بزاف على تغطية هذا الحدث. كنشكر جريدة أسوار للحضور ديالها معنا في هذه المقابلة النهائية. فهذا الدوري الصيفي لكرة القدم المصغرة بدعم جمع مشارف الصفار وبمشاركة كل اللي مكسب مدير النادي أولمبيك أفريقيا وجميع التسعير القائمة في قاعة الأمل للرياضات. فهذا دوري صيفي اللي يعرف الانطلاقه ديالو في يوليوز شهر يوليوز وغشت 2018 واللي عرف مشاركه ازيد من 50 فريق و460 لاعب. فاليوم كيف ما كتشوفوا كتحضروا المقابله النهائيه اللي كتجمع كل من فريق الامل وفريق النسيم الرياضي. والهدف من هذه التظاهره هو بالدرجه الاولى التنشيط وكذلك اعطاء الفرصه لهذا الشباب باش يبينوا على القدرات والمجهود ديالهم. سي مصطفى، ما هو الهدف من هذا الدوري؟ الهدف كما قلت لك بالدرجه الاولى سي مصطفى وهو التنشيط بالدرجه الاولى. نعم. واعطاء الفرصه لهذا الشباب لابراز القدرات ديالهم وربما تكون فرصه سانحه باش يلتحقوا بشي نادي ديال اللي يكون خارج شي جامعه مثلا نادي اولمبيك افريقيا. تنظن هذا الدوري سنوي داخل في البرنامج ديال المكتب المديري تديرو كل سنه؟ فعلا بالضبط، هذا دوري سنوي داخل البرنامج ديال المكتب المديري واللي غادي يتبعوا دورات اخرى ان شاء الله في العام المقبل. شكرا سي مصطفى على سعه الصدر. لان نهايه المباراه بفوز نجم الرياض على جمعيه الامل بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد، طبعا في نهائي فئه اقل من 14 سنه في هذه المباراه اللي عرفت اربعه ديال الاهداف. وبالتالي بالفعل كنا اليوم مع اختتام هذا الدوري اللي كيشرف عليه اللي كينظمه المجمع الشريف في الصادق بشراكه مع مجموعه من جمعيات المجتمع المدني. هذا الدوري اللي خلق واحد النوع من الديناميه والحركيه على مستوى المدينه. ديالي مجدي السعيد، انا ناطق رسمي باسم جمعيه شاه القدس للتنميه والبيئة، اللي رئيس ديالها هو السيد حريري رشيد رئيس الجمعية. حنا كجمعية كننظموا بحال هاد الدوري. جمعية تسيير القاعة المغطاة سي صح؟ لا حنا غير بشراكة، حنا بشراكة مع القاعة المغطاة شاه الأمل اللي كاينة في حي العراق. كننظموا جميع التظاهرات الرياضية اللي كتخص الشباب وبالخصوص الفئات الصغرى اللي هي العماد ديال المجتمع واللي من هنا لقدام هما اللي غادي يكونوا كقدوه. نعم. دابا اليوم تنحضروا النهائي ديال الكاس الدوري دوري الكره المصغره. اعطينا شنو هي الاهداف وشنو هي الارتسامات ديالكم كارتسامات اوليه؟ بالنسبه كان هذا النهائي في مستوى كبير حضور شخصيات وازنة على مستوى مدينة خويبقا وبالضبط الرئيس ديال المكتب الشريف فوسفات ورئيس المكتب المديري ورئيس نادي اولمبيك خويبقا وبعض اعضاء. وهاد التظاهرة مزيانة لينا وحنا سعداء بهاد التظاهرة، لا بالنسبة للصغار لا بالنسبة للكبار. وكنتمنوا تعاودوا هاد المباراة هاد الدوريات كمرة أخرى. شكرا شكرا شكرا. جمعية الرياض الرحمة والمكتب المستمر وعبد الإله واسف وصالح واسف والشكر جواد واسف والقائم اعطيني الاحساس ديالكم. حسيتوا بفرحة كبيرة انتم تتوجوا؟ شنو هو تيبان لك انت كافق؟ شنو الافق اللي تفتح لك دابا؟ بزاف ديال الافق. مثلا تقدر تمشي لوسيكا الرجاء مزيان. نعم فريق اصفهان والمكتب المديري لاولمبيك خريبكا. طبعا تحيه موصوله الى كل الحضور الفريق الذين ساهموا بقصد كبير في انجاح هذه التظاهر او هذا الموعد الذي انتهى اليوم وانطلق منذ يوم 7 غشت الماضي. تحيه الى الجميع طبعا الى كل الفعاليات الحاضره
من مدربين رؤساء فعاليات ايضا من جماهير. دابا هاد الجمعيه ديال القاع المغطاه شحال فيها من جمعيه تقريبا؟ المعروف بسكيلة شي واحد فين كاينه بحال فهاد الجمعيه حي الامل تقريبا حوالي 32 جمعيه شاركت في الدوري غير في حي الامل. ايضا تحيه ديال الخريبكا كلهم وايضا الزملاء الاعلاميين الذين كانوا حاضرين معنا محمد سكوم عفقاد. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.